شوي عن القروض الخاصة للمتضررين من الزلزال. أهلا وسهلا فيك. يمنح المصرف قروض للمتضررين بالزلازل بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 23 وموجب مجلس النقد والتسليف وبموجب مجلس إدارة المصرف العقاري. هذا القرض لمدة 10 سنين في فترة سماح 3 سنوات تضاف إلى مدة القرض الأساسية. قد عم يكون مبلغ القروض؟ هلا مبلغ القروض عم يتفاوض حسب الضرر. عندي 200 مليون لكل متضرر عن كل مسكن منفرد او يقع ضمن بناء تهدم بالكامل لحظه وقوع الزلزال، وعندي 150 مليون لكل متضرر عن كل مسكن تم هدمه بقرار من السلامه العامه بالمحافظه، وعندي 75 مليون لكل متضرر عن كل شقه في حاله البناء او الشقه بالكامل بالتدعيم. قد عم تكون سقف القروض؟ هي 200 مليون السقف كامل. بتحكي لي شو هي الاوراق المطلوبه للمتضررين من الزلزال؟ هلا الاوراق المطلوبه في عندنا قرار انه يكون اسم المتضرر بقرار نزلت من المحافظه، وبيان قيد عقاري مع تسلسل الملكيه يثبت انه المتضرر بيملكه للعقار قبل تاريخ حدوث الزلزال. هدول الاوراق وتقرير اللجنه الثلاثيه اللي تشكلت من المحافظه بيبين نوع الضرر وطريقة التدعيم إذا كان تدعيم ولا تدعيم. طبعا بيتقسم إلى ثلاث أجزاء، تدعيم كلي أو تدعيم جزئي أو تدعيم بسيط، أو العقار مهدم بلحظة وقوع الزلزال، أو في قرار هدم من لجنة السلام العامة بالمحافظة. وموضوع الضمانات طبعا بالبنك مفروض تغطي قيمة القرض مع فوائده العقدية. يعني اجيت من يومين سجلت، عملنا طلب استعلام وعملنا الأوراق المطلوبة وقدمناها للمصرف، والشباب كلهم كانوا متعاملين بشكل جيد جدا. الله يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. سمعنا في قرض، في تسجيل على القروض مشان المتضررين من الزلزال، وجينا نستبين عن المعلومات شو الأوراق المطلوبة وشو الأمور دي. عندي عقار منطقة جبلي متهدم من الزلزال، اجينا لهون استلمونا واعطوني ورقة بالأوراق المطلوبة مشان اقدر اخذ القرض. يعني جهزت الأوراق حاليا؟ اخذت الورقة وهي عم نجهز الأوراق وبدنا نجيب لهم اياها. انا من المتضررين بالزلزال بريف اللاذقية، وجيت اسأل على قرض الزلزال. قالوا لي هون انه هلا ماشي بس جاي تعليمات للمفرز 2400 سهم، وانا بيتي اسهم، طابو اسهم. قالوا لي ان شاء الله قريبا رح تجي تعليمات مشان الاسهم، ونتمنى هالشيء وناطرين يعني نحن.